أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، ماذا سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. في هذا الدرس سوف يتابع الطالب التعرف إلى المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم. لابد أن نذكر الطالب بأنه المصدر الأول وأنه يرجع إليه لاستخراج الأحكام الشرعية، وأنه كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياً مفرقاً بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. تعرفنا في الحصة السابقة إلى خصائص القرآن الكريم، وفي هذه الحصة سوف يتعرف الطالب إلى مكانة القرآن الكريم وكذلك الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن الكريم بتفصيل، وهذا بالإضافة إلى أنه سوف يقوم بتنظيم التعلم وحل الأسئلة والأنشطة الكثيرة الواردة في كتاب التربية الإسلامية، وبعد ذلك سوف يقوم باختبار المعلومات الخاصة به بحل أسئلة الكتاب، والتي منها بيان المقصود بمعنى كل مصطلح، ثم بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير والتحليل والاختيار من متعدد. أما في الحصة التالية سوف نبدأ بسورة الحجرات، وهي التي تبين وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والتأدب معه وتوقيره، وحذرت من تصديق الأخبار قبل التأكد من صحتها. ولا بد أن يعرف الطالب أنها سورة مدنية، وأنها سميت بالحجرات لذكرها قصة مناداة وفد بني تميم لسيدنا محمد بصوت مرتفع من خارج بيوت أزواجه أي حجراتهم. سوف يبدأ الطالب بقراءة الآيات الكريمة قراءة واضحة، ثم ننتقل إلى التعرف إلى المفردات والتراكيب. بعد ذلك نتعرف إلى الموضوعات العامة الواردة في الآية، ثم ننتقل إلى أهم الموضوعات وهو وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والتأدب معه. إذ إن الله سبحانه وتعالى خاطب في الآيات الكريمة المؤمنين كافة والمؤمنات بوجوب طاعته، وأمر بعدم التعجل بالحكم على الأمور قبل أن يأمر الله تعالى ورسوله بذلك، وكذلك حذر من تقديم الأهواء على حكم الله تعالى ورسوله، وأمر بتجنب مخالفة أمر الله تعالى ورسوله، وأمر كذلك بتوقير النبي واحترامه وتقديره والتأدب معه، وتجنب رفع الصوت عند الحديث معه، ونهى نهياً عاماً في هذه الآية عن أن يخاطب الرسول كما يخاطب الآخرون، فمن التزم بهذا الأدب نال مغفرة من الله تعالى. وأن وفد بني تميم قدموا من خارج المدينة وأخذوا ينادون الرسول من خارج بيته بصوت مرتفع، يا محمد يا محمد اخرج إلينا. بعدها مباشرة نزلت هذه الآية الكريمة من باب تعظيم الله تعالى لنبيه محمد،